السلام علیکم. آج ہم ترکی کے شہر استنبول میں موجود ہیں اور یہاں ہم آپ کو ایسی نوادرات، ایسے تبرکات کی زیارت کروائیں گے جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی. ہمارے سامنے وہ جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے، اس میں بہت سے پیغمبروں کی اور اللہ کے رسول کی اور آل رسول کی تبرکات موجود ہیں. یہ تبرکات سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ نے جب مصر پر قبضہ کیا لگ بھگ 1516 عیسوی میں، وہاں سے بہت سے نوادرات استنبول میں شفٹ کیے گئے. اس کے علاوہ 1920 کے لگ بھگ دوبارہ جب مدینہ شریف پر عثمانیوں کی حکومت تھی، تو وہاں سے بہت سے نوادرات برکات یہاں پہ شفٹ کیے گئے اور ان کو بہت ہی حفاظت سے رکھا گیا. یہاں پہ اندر جانے کے لیے بہت دیر انتظار کرنا پڑتا ہے اور لمبی لائنوں میں لگا رہنا پڑتا ہے. آئیے اندر چلتے ہیں، وہ باقی آپ کو دیکھیے. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر
ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر